في الجهر والخلوات. لك الحمد يا رب والصلوات. لك الحمد مدى قد النبضات. فلا أنت خالق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن خلق الإنسان بين العلم والقرآن، ووصلنا إلى حلقة أمس على هدم خرافات نظرية داروين القائلة بأن أصل الإنسان قرد أو غير ذلك مما هو يماثل هذا القول المختلف فيه المتفق على أصله. هل فعلا الإنسان لم يخلق خلقا مباشرا وكان أصله من غير هذه الآدمية المكتملة؟ الدكتور صبري تكلم عن خرافات هذه النظرية الأربعة، واليوم راح نكمل عن الخرافة الخامسة. وليس عجبا أن تسمى خرافة، لأنها في الحقيقة ناقضت العلم باسم العلم، وأخطر شيء الخرافات العلمية. طبعا أنا قاعد ومتورط، ومعنا أخونا إبراهيم الخضر اللي هو هاوي لهذه الحيوانات، ولازم الحلقة تكون حيوية. وتفاوضنا أنا والدكتور صبري هل تكون معاه، قال لي يا سيدي خليها عندك أحسن. صح ولا يا دكتور؟ نعم. مرحبا بك يا دكتور صبري. أهلا وسهلا. وقلنا قبل أن نناقش، قبل أن نناقش يا دكتور، وهذه طبعا من الحياة العاصرة، يعني ما له سامة ولا شيء، طبعا الخوف أنا قاعدين مستنفرين أي عصرة لي يا دكتور. قال لي بتاكل دجاج وبتاكل أرانب. بس إذا عصرتني رحنا 60 دقيقة. زين دكتور. نعم. دكتور اليوم عن الخرافة الخامسة في أن التي اعتمدت عليها نظرية داروين. الأول، هل ممكن الحية دي؟ أيوه. إحنا جبناها لهذا التساؤل يا دكتور. هل يمكن لهذه الحية أن تتطور مما سبقها من كائنات مخالفة وتتطور إلى حيوانات؟ هل ممكن تكون طير مثلا؟ أنت رأيك إيه؟ أنا لا أصدق. أنا لا أصدق. هل في أحد يصدق؟ أبدا. مشاهدين في أحد يصدق؟ المؤمنون بنظرية داروين يا دكتور عندهم تفسيراتهم، عندهم ما فيش تفسيرات بيولوجية، وعندهم ما فيش ما احنا قلنا بيولوجيا على طول الحلقات. نعم. الثمانية الماضية ما احنا قلنا، ما هل ممكن حد يصدق ان ده يبقى له أجنحة وريش؟ الحية دي تركب لها أجنحة وريش وتطير وتبقى طائر، هكذا يقولون. نعم. هل في عقل سليم يصدق هذا؟ دكتور، في عقول تقول بفكرة التطور. ما هو مش مجرد فكرة، فين معلوماته؟ إذا ما أقول كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لازم يقدم الدليل والبيان على ما ادعى كما قلنا. صحيح. طيب دكتور، لما يعني الفكرة الآن اللي راح نناقشها هي قضية خرافة السيناريو المقترح لتطور الإنسان وليس لتطور الحيوان، إن الإنسان سلسلة تطوره وأنواع الآدميين الذين مروا في التاريخ. هذا كلام يطول حوله الجدل، وهو من الشبه القوية يا دكتور في الكلام على التطور. إن شاء الله سوف نحسم الموضوع ده نهائيا، يعني بترتيب. أظن انتهينا من الحلقة من الحيوان. خلاص، تعال يا أخوي إبراهيم خذها. بسم الله. يعني أي دكتور، كيف نبدأ؟ سوف نقول إن شاء الله كلاما دقيقا. أي السيناريو المقترح لتطور الإنسان عبارة عن أربع أناسي زعموا أنهم أناسي. أول شيء القرد الجنوبي، وده اسمه أسترالوبيثيكوس. القرد الجنوبي واسمه أسترالوبيثيكوس. أي نعم. وبعدين القرد القادر على استخدام الأدوات، هذا اثنين. واسمه هومو هابيلس. وبعدين القرد منتصب القامة واسمه هومو إريكتس، يعني إريكشن، انتصاب يعني. أيوة. هومو إريكتس. ثم الإنسان العاقل اللي هو إحنا. هومو سابينس. هومو بادئة معناها إنسان. نمسك أول شيء. مشهور القرد الجنوبي دكتور. مشهور. علميا وجغرافيا يعني. طبعا. كتب تتداولها وايد. القرد الجنوبي ده إيه حكايته؟ لا علاقة فينا؟ إطلاقا. كيف؟ قرد بكل معنى الكلمة. سبع حاجات هقولها من واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة بالاستدلال العقلي. إذن هو ليس له علاقة بالإنسان. ده مش ليس له علاقة بالإنسان بحسب، ليس له علاقة بالنوع القرد اللي جاي بعديه في التطور. ملوش علاقة، ده نوع وده نوع. حلو.
اللي حصل هذا القرد الجنوبي أيوة هو كان أول ما ظهر في أفريقيا منذ حوالي 4 مليون سنة وعاش 3 مليون سنة انقرض بس بقاله قرد مقرض تمام مليون سنة يبقى اتوجد من 4 مليون سنة وعاش 3 مليون سنة يبقى بقاله مليون سنة ايه منقرض الحكومة البريطانية والله يعني الواحد بيعجب بهؤلاء الناس والله مهما كان الحكومة البريطانية كلفت اللورد البريطاني وعالم التشريح والحفريات الشهير اللي هو سولي زوكرمان ده في أمريكا في إنجلترا وكان في ريتشارد ماكسنارت ده عالم برضو تشريح وحفريات زميله في أمريكا إيه مهمتهم؟ اللورد زوكرمان دنوا بتمويل من الحكومة البريطانية 15 سنة يدرس هذا القرد الجنوبي لغاية ما جاب أراه أول شيء حفريات طبعا نعم طبعا المقرد بقاله من سنة يعني العظام طبعا أول شيء عمود الفقاري على شكل حرف سي إذن هو قرد لأن الفرق بين الإنسان والقرد في العمود الفقاري عمود الفقاري القرد سي والإنسان إس إس هذا خوش معلومة فأول حاجة العمود الفقاري له حرف ايه؟ سي زين؟ طيب وبعدين له 4 أرجل بيمشي على 4 بيمشي على 4 خلاص؟ وبعدين ثالث شيء الهيكل بتاعه شبيه تماما بإحدى الغوريلات وبالذات الأورنجوتان اللي هو بيسموه إنسان الغابة الغوريلات إنسان الغابة رابع شيء إن ساعة جمجمته شبيهة تماما بساعة جمجمة الشمبانزي مشكل هذا ها؟ مشكل يعني هنا إنسان الغابة هنا شوي شمبانزي شوف الصورة هي أيوة هذا عندنا جمجمة فوق وجمجمة تحت شوف الأول مش قريبين جدا أيوة هذا إيش وهذا إيش اللي تحت دي الشمبانزي أيوة المعاصر ايوه وده القرد الجنوبي هل في فرق قريبين جدا من بعض قريب صح دي جمجمه الشمبانزي وده جمجمه القرد الايه الجنوبي قريبين جدا من بعض بس تخيلها بدون الفك التحتي حق هذا يقطع واضح لا دي حفريات اي يعني واضح دي فمن هذا الشكل يتبين ان كان ساعة جمجمته موازيه لساعة جمجمه الايه الشمبانزي خلاص وبعدين بالنسبة لإيديه كانت يعني معدة لتسلق الأشجار وبالنسبة لرجليه كانت تستطيع القبض على الإيه على الأشياء أكيد يتعلق فوق طبعا هذا طبعا يبقى من 1 و2 و3 و4 و5 و6 الأخيرة ده كان قرد بمعنى قرد ابن خرد ما في شك ملوش علاقة بالإنسان لا من قرب ولا بعيد لماذا سموه الإنسان الجنوبي؟ لا هم مثلا حد يسمى الإنسان الجنوبي القرد الجنوبي القرد الجنوبي النقطة بقى المهمة اللي هي جماهيرية عند أنصار التطور ايوه إن في قردة ظهرت اسمها لوسي لا 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 لوسي هذه يبي لها فاصل يا دكتور دوما لك الحمد دكتور نقصت أول صورة للإنسان المتطور المقترح من قبل الداروينيين هذه الخرافة القرد الجنوبي وقلت أنه قرد قديم ومنقرض بالأدلة والتشريح ثم قلت لوسي وختمنا الحلقة على لوسي والمشاهد بيعرف من هذه لوسي بعد الفاصلين لوسي دي مش واحدة سدة قردة قردة معلش بس اشتهرت في العالم كله باسم لوسي مشهورة بلوسي والتطورين دايما يعني يؤكدون أن لوسي يعني إنسان لا منتصبة القامة الدكتور سولي زوكرمان في بريطانيا والدكتور ريتشارد ماكسنارد في أمريكا بعد 15 سنة بحث ومعاناة أثبت أن لوسي هي القرد الجنوبي هي بعينها نفسها لا هي اختلاف نفسها الاسم فقط هي الاسم فقط هي